في غزة التي تتعرض لهجوم وعدوان ومأساة إنسانية غير مسبوقة يجب أن تنتهي. وكان هنالك تأكيد على ضرورة أن يكون هنالك استجابة دولية فاعلة وفورية لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من مساعدات، ولضمان توزيع هذه المساعدات داخل غزة، ولحماية المنظمات الأممية المسؤولة عن إيصال هذه المساعدات. بالتأكيد نحن أكدنا دوما ونؤكد الآن أن إنهاء الكارثة الإنسانية يتطلب أساسا إنهاء العدوان على غزة. ما لم يتوقف العدوان ستستمر هذه الأزمة بالتفاقم، لكن ما نعمل عليه هو التأخيف من آثارها بقدر المستطاع، وهذه مسؤولية دولية مشتركة. ما تقوم به إسرائيل من استخدام لتجويع سلاحا هو خرق للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. وضع الإعاقات والعقبات أمام إدخال المساعدات، سواء معبر إدخال المساعدات الرئيسي في رفح أو عبر المسار من الأردن، أيضا خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والاستمرار في العدوان هو جريمة حرب كارثة لم يشهد المجتمع الدولي مثيلا لها على مدى عقود. بالنهاية موقفنا واضح، يجب أن يتوقف العدوان فورا، يجب أن تفتح جميع المعابر وتزال جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، ويجب أن يكون هنالك جهد دولي حقيقي لحل جذر الصراع وهو الاحتلال، حتى لا تتكرر هذه المأساة. لن ينتهي الصراع ما لم ينتهي الاحتلال، هذه هي الحقيقة التي نريد للعالم كله أن يدركها وأن يعمل من أجل تحقيقها. وما نطرحه جميعا هو حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتعيش المنطقة كلها بأمن وسلام، وكي لا يرى العالم مرة أخرى هذه المشاهد اللا إنسانية التي نراها تتكرر يوما بعد يوم في غزة. فالرسالة اليوم كانت واضحة، الكل من تحدث متفق على أن يجب أن يكون هنالك جهد أكبر لمعالجة الكارثة. الدعوة لوقف إطلاق النار دعوة مشتركة من الجميع، والتأكيد على أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وإتاحة المساحة التي تحتاجها للقيام بدورها أيضا قضية أساسية. وأؤكد هنا على دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنروا، التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها، لأن لا منظمة أخرى تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرات على مساعدة شعب كامل يرزخ تحت عدوان غاشم همجي دمر أكثر من نصف غزة، شرد أكثر من 80% من أهلها، دمر مدارسها ومساجدها وكنائسها ومستشفياتها، وحرم أهلها الماء والغذاء والدواء والطعام وكل ما يحتاجونه ليعيشوا بكرامة مثلهم مثل بقية شعوب العالم. اليوم كان يوما شهدنا فيه حشدا دوليا كبيرا للوقوف إلى جانب الحق، للوقوف إلى جانب الإنسانية، للوقوف إلى جانب القانون الدولي. وهذا جهد جلالة الملك مستمر بالقيام به، فخامة الرئيس مستمر بالقيام به، هذه أولوية بالنسبة لنا في الأردن ومصر، ومستمرون في جهودنا المشتركة التي لا تستهدف فقط كما قلت إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية، ولكن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مع التأكيد مرة أخرى على أننا سنتصدى بكل إمكاناتنا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من بلدهم، وعلى رفض أي محاولة لاقتطاع أي جزء من غزة أو فرض أي سيادة إسرائيلية على غزة. ونثمن عاليا الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها أيضا، والذين ضحوا كثيرا، وهذا العدوان شهد أكبر عدد من موظفي الإغاثة الإنسانية يقتلون بدم بارد ويستهدفون في وضح النهار وبكل عدوانية وبدون أي اعتبار للقانون الدولي. كان هنالك بيان رئاسي صدر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر الذي انعقد اليوم، وسيقوم السيد مارتن جريفيث بعرضه عليكم، لكن قبل ذلك أعطي الحديث لأخي
وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي سامح شكري. أخي سامح الحديث لك، تفضل. شكرا جزيلا معالي الأخ أيمن، ومساء الخير وبسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد أن انعقد هذا المؤتمر بدعوة من جلالة الملك عبد الله وفخامة الرئيس السيسي وأمين عام منظمة الأمم المتحدة، يأتي في إطار شعورهم بالمسؤولية واطلاعهم منذ اندلاع هذه الأزمة وما أتت بها من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. كان يقتضي النهوض لعقد هذا المؤتمر للتعامل مع هذه الأزمة الكارثية وما أتت به من نتائج مأساوية، وتحفيز المجتمع الدولي بأن يطلع بمسؤوليته. وانعقد هذا المؤتمر ونشهد التوافق الدولي الواسع والمشاركة على مستوى رفيع والتوافق الدولي فيما يتعلق بضرورة إنهاء الأعمال العسكرية والعدوان، توصيل المساعدات وتكثيف دخولها إلى قطاع غزة، العمل على توفير كل ما هو مطلوب، وأهمية فتح المعابر، تمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى، واطلاع إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كدولة احتلال، ومراعاة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يستمر انتهاكه بشكل ممنهج وبشكل يجب أن يتوقف العالم والضمير العالمي إزاء هذه التجاوزات، إزاء هذه الخروقات للقانون الدولي الإنساني. انعقد هذا المؤتمر أيضا في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن ما دعا إليه من وقف إطلاق النار المستدام والعمل على احتواء التداعيات وفتح القنوات وصول المساعدات. سوف يستمر التنسيق الوثيق فيما بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمات الأمم المتحدة التي طلعت بدور في الحقيقة شجاع. كثير من العاملين في القطاع الإنساني فقدوا أرواحهم ويستمرون في العمل في ظروف قاسية لم يشهدها العالم. كل ما حدث من قتل ومن تدمير شيء غير مسبوق في إطار كثافته، في إطار أثاره، وأنه قرار مجلس الأمن له وضع إلزامي، وعلى الجميع أن يحترم مراعاة للمنظومة الدولية ومصداقيتها. ولئما فقد المجتمع الدولي الأسس التي بني عليه النظام العالمي والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات وتسير العلاقات فيما بين الدول والعلاقات إزاء المبادئ والمثل المشتركة. مرة أخرى نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على حسن التنظيم واستضافة المؤتمر هنا في البحر الميت. التنظيم كان أكثر من رائع وأتاح الفرصة لتداول واسع فيما بين المشاركين ولتأكيد التوافق القائم حول ضرورة التعامل وأن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال حتى يكون هناك الأثر المرجو على هذه الأوضاع المأساوية، وأن ننتقل من هذا العدوان والحرب إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، دخول المساعدات، منع أي سياسات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وأيضا الإطار السياسي الأوسع بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. أن الأمن لن يتحقق طالما يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أمر لا بد أن يتحقق. نرى تزايد عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، فالأمن يتحقق للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال الوفاء بهذه الحقوق وإقامة الدولة. لا، التجارب على مدى السبع عقود الماضية أثبتت دون العمل في هذا الإطار سوف يستمر معاناة ليس فقط الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ولكن المنطقة بأكملها. شكرا جزيلا. شكرا معالي الأخ سامح. أخي سامح، مارتن، the floor is yours please. Sure. Thank you very much.
شكرا جزيلا. أولا شكرا لك سيدي أيمن وكذلك سيد سامح، يسعدني أن أكون جزءا من هذا اليوم المهم. شكري من الأمانة العامة إلى الملك جلالة الملك وكذلك إلى الرئيس السيسي لاستضافة هذا المؤتمر والدعوة إليه ومراقبة المعايير والحديث عن المعايير المهمة، وهو ما التقينا من أجله والعمل والدعوة، حيث توصلنا إلى تضامن تقريبي في القاعة من المجتمع الدولي، وذلك كان مهم بشكل كبير. وكذلك الدعم لأهل غزة ولأهل فلسطين، حيث أنهم يستحقون المستقبل الجيد الذي يعطى لهم حسب القوانين العالمية. وأريد أن أقول بعض كلمات حول بعض التحسينات التي نحن بحاجة إلى أن تتم بناء على النقاشات التي كانت لدينا اليوم. أولا، احترام القوانين الإنسانية الدولية، تم التأكيد على هذا الأمر من قبل العديد من المشاركين في الاجتماع هذا اليوم، والخروقات التي تمت لهذه القوانين خلال 8 أشهر السابقة من هذا النزاع، والقانون الإنساني الذي كنا نؤسسه لعدة سنوات وهو من أجل حماية الناس الذين يعلقون في هذه الحروب والنزاعات ومن أجل التأكد من سلامتهم ومن سلامة وأمن العاملين الإنسانيين أثناء عملهم. ثانيا، رفع كل الحواجز من أجل أن يكون هناك توفير آمن للمساعدات الإنسانية وبشكل واسع بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2720، كما أشار سيد أيمن إلى هذا الأمر، أن تكون هناك تقديم مساعدات عبر البر، وكذلك يمكن توسيع هذه المساعدات في قطاع غزة هذا اليوم، وأن يكون هناك كذلك تمويل للمنظمات الإنسانية، حيث أن الأمم المتحدة قد وضعت التماسا من الآن وحتى نهاية السنة. نحن بحاجة أن يتم تمويل هذه المساعدات، وكذلك أن يكون هناك تعزيز للملاجئ التي تقدم لهؤلاء النازحين، كذلك الحركة من أجل أن يكون هناك عملية إعادة بناء والتي ستكون مهمة كبيرة جدا، وهي بحاجة إلى كل المنظمات، وهذا أيضا ما ناقشناه هذا اليوم لأول مرة أعتقد الأمر بهذا الحجم من المنظمات. وكذلك فيما يتعلق بمنظمة أونروا، منظمة الغوث للاجئين الفلسطينيين، عدد الزملاء الذين ماتوا من أونروا في أثناء قيامي بواجبهم هو عدد كبير جدا، وفي الحقيقة كما قلت اليوم كان هناك الكثير من القتل لعاملي الأمم المتحدة في غزة في هذا النزاع، أكثر من كل عدد الذين قتلوا من منظمات الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم، وهذا أمر يثير الخزي وصادم جدا لنا، لذلك فنحن بحاجة إلى دعمهم. وبالتأكيد زيادة الجهود للتعامل مع المشاكل الأخرى الناتجة عن هذا النزاع، وقد رأينا بعض الأدلة لهذا الأمر، ونحن بحاجة أن يكون هناك وقف إطلاق النار، هذا ما كنا ندعوه لعدة أشهر، ندعو إليه لعدة أشهر وربما شهدنا بعض التقدم. نحن بحاجة كأمانة عامة للأمم المتحدة أن يكون هناك طريق نحو الحل الأمني، وهو أن يكون هناك حل الدولتين وأن يكون هناك سلام في المنطقة، وهذا الأفق هو يعتبر أفقا أساسيا، وهو ما نعمل عليه أو العنوان الذي نعمل عليه. وأخيرا آمل أن هذا المؤتمر في هذا اليوم أن يكون فريدا من نوعه بالطريقة التي تعامل بها مع المشكلة التي تعاني منها غزة، بالإضافة إلى معاناة الفلسطينيين في مناطق أخرى من المنطقة. دعونا نأمل أن هذا سيكون بداية جديدة. الجميع في تلك القاعة، وأعتقد كلكم سمعتكم الحاجة إلى أن يكون هناك
حلا يختبر والذي سيشكل فرقا من أجل أن نتأكد أن الفلسطينيين سيشعرون إلى ما يحتاجونه وما يستحقونه. شكرا لكم. معنا وقت ربما لبعض الأسئلة سفيان إذا ممكن. شكرا أصحاب المعالي. معنا ثلاث أو أربع أسئلة. علاء علان صوت المملكة. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، والذي جاء في ختام فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة والذي عقد بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة مصرية أردنية مشتركة. وتم التأكيد في هذا المؤتمر على ما دار خلال فعاليات المؤتمر، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، في ما يتعلق بالتأكيد على بعض الأمور والتي جاءت على لسان الرئيس المصري وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة بضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء قطاع غزة، وضرورة إلزام إسرائيل بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.